صندوق الصدقه التونسي القطري يتدخلوا هناك في مشروع غير مشروع تثمين المنتوجات الفلاحيه عموما، ولكن المنطلق هو باش يكون تثمين الحلزون، وتعرفوا انه الحلزون خلينا نقول ثروه حيوانيه ولكن غير مثمنه وغير مستغله في تونس، وبالتالي هذا يعتبر مشروع رائد ونموذجي بكلفه تقريبا تتجاوز 2.650 مليون دولار، وهو استثمار مهم حقا. احنا من خلال الزياره نتاعنا مع سعاده السفير سيد واني السيده والساده النواب الحاضرين معنا، شفنا حقيقه ان مشروع نموذجي، معناها كل شيء اخذ بعين الاعتبار، معناها حتى جزئيات البسيطه اخذت بعين الاعتبار، وهذا نحب نحيي عليه الفريق اللي اشتغل على المشروع هذا يعطيهم الصحه، وفي فتره قالوا لي قياسيه، معناها هذايا يلزمنا هذايا النموذج المثال هذا نسوقه باش نبينوا اللي في تونس قادرين، راهو معناها المشاريع المعطله هذا كله راهو من اراده الناس مش من القدره نتاع تونس، قادرين انا ننج مشاريع من النوعيه هذه بهالمكانه هذه بهالتكنولوجيا المتطوره هذه في اقصر الظروف، وهذا بطبيعه الحال ان شاء الله يكون نموذج وتونس الكل يبنيوا عليه، لانه مشروع هذا يا حبذا نلقاوه كذلك في جهات اخرى خاصه الجهات الداخليه في البلاد. على كل حال احنا ممنونين للاخوه القطريين على المساعده نتاعهم، ونحن والاخوه القطريين نحن شعب واحد، نحن ماذا بينا احنا دائما المساعدات اللي يعني تجي من الاخوه العرب قبل غيرهم من الاصدقاء، وهذا نرجع له التعاون هذا التعاون البناء. احنا الحق مساله التثمين في كل ما هو منتوج فلاحي هذه هي سياستنا الجديده اللي تنبني على التحويل، التحويل والتثمين ثم التصدير